يعود إلينا مرة أخرى الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أهلا بك مرة أخرى أستاذ جمال، وكنت تتحدث عن أهمية محطة قطارات صعيد مصر التي افتتحها اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفضل. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. كما كنا نتحدث، أحد أهم شرايين التنمية التي يعني يتم تطويرها عبر طبعا مد أحد أهم النطاقات الجغرافية في الداخل المصري هو صعيد مصر، بمحطة جديدة، محطة تستطيع من خلالها الدولة المصرية أيضا أن تسهل على أهلنا في الصعيد سواء حركة النقل أو حركة البضائع، وأيضا تخفيف الحركة والتكدس الذي كان هو في الماضي في محطة مصر، وبالتالي أمر مهم للغاية. وهذا في الحقيقة يتماشي أيضا مع نهج الدولة المصرية الذي في الحقيقة يتضح من خلال تحديد السكك الحديدية بشكل عام، وأيضا إمداد النطاقات الجغرافية في الداخل المصري بخطوط نقل جديدة كما بنرى في سيناء، وبنرى أيضا حتى في النطاق الغربي، وطبعا إدخال منظومات نقل حديثة عن القطارات زي القطار الكهربائي أو حتى نقل حديث من قطارات كهربائية زي اللي تصل إلى العاصمة الإدارية. إذا هناك في خطوط السكك الحديدية المصرية بشكل عام، فهناك اهتمام طبعا بأن ينعم الصعيد بوسائل مريحة وأيضا تسهل على أهلنا في الصعيد سواء كما كنا نتحدث حركة نقل المواطنين أو البضائع، وبالتالي أمر مهم للغاية. والأمر الأهم أيضا نحن نتحدث عن ليس فقط تقديم الخدمة، ولكن أيضا نتحدث عن جودة الخدمة. ما رأيناه اليوم أمر مبهر للغاية، نموذج حضاري كبير جدا يمكن أن يعني نقول إنه بالفعل يعبر عن الجمهورية الجديدة التي تسعى لتقديم الخدمة للمواطن بشكل يليق وعظمة وقدر الدولة المصرية، وبالتالي أيضا تقديم الخدمة بهذه الجودة، الميكنة، الشمول المالي، الأدوات التكنولوجية في الحجز وفي إيجاد التذاكر ومواعيد القطارات وغيرها من الأمور، أيضا تسهيلات مهمة للغاية للركاب. وبالتالي نحن نتحدث عن جودة الخدمة بجانب توافر الخدمة، وهذا أمر بالغ الأهمية. طيب أستاذ جمال، يعني كيف تم تمويل المشروع في هذه المدة الزمنية اللي استغرقها بناء هذا المشروع العملاق في هذا التوقيت؟ يمكن أيضا هنا يجب الإشارة كما حضرتك تفضلت وذكرت عن فكرة التمويل والبناء في هذا الوقت القياسي، هذا أمر أيضا يعطي رسالة بالغة الأهمية إن الدولة المصرية عازمة على استكمال البناء والتنمية وخططها التنموية حتى في ظل المتغيرات الإقليمية الصعبة التي تؤثر على كل دول العالم. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مداخلته وتحدث عن هذا الأمر، إن الدولة المصرية عازمة على استكمال الطريق واستكمال خططها التنموية والبناء والتعمير والتنمية. وفي الحقيقة بالفعل مواجهة التحديات في الداخل المصري فقط الحل لها هو العمل ثم العمل ثم العمل، وبالتالي القيادة السياسية المصرية هنا تحفز الجميع على الاستمرار في العمل. والرسالة الأبرز اليوم هو أن الدولة المصرية قادرة على الاستمرار في العمل حتى في ظل وجود تحديات ربما خارجية ودولية وإقليمية تؤثر على كل اقتصاديات دول العالم، إلا أن الدولة المصرية مستكملة في أو تستكمل خططها التنموية وخططها الخاصة بالبنية التحتية وغيرها من الأمور. نحن هنا نتحدث عن تكلفة إنشاء هذه المحطة التي وصلت إلى 2.5 مليار جنيه وتصل طاقتها الاستيعابية ل 250 ألف مواطن. بالتأكيد يمكن تكلفة مالية كبيرة، ولكن أيضا يجب أن ننظر للعوائد، هناك عوائد مالية أكبر، لأن نتحدث عن يعني توفر الخدمة للمستهلك، هنا بقى هو الراكب، وبالتالي سوف تزداد حركة النقل ومن ثم سوف يكون هناك عوائد. هذا بالإضافة طبعا إلى المحطة بتحتوي على زي ما رأينا مركز تجاري ضخم للغاية، وهناك عدد من المفردات الأخرى الخاصة بزيادة دخل محطة قطارات الصعيد، وبالتالي العوائد أيضا سواء على الصعيد المالي أو على الصعيد الاقتصادي مهمة للغاية. هذا بالإضافة إلى أن أيضا وسائل أو خطوط النقل الخاصة بالسلع سوف توفر الكثير والكثير من الجهد والمشقة فيما يتعلق بالنقل البري، لأننا نتحدث أيضا عن ربط هذه المحطة بالصوامع، سواء كما كان يتحدث اليوم الوزير كامل الوزير فيما يتعلق يعني ربط هذه المحطة بصوامع الغلال وغيرها من الأمور. إذا هذا أيضا سوف يوفر الكثير على صعيد البري، وبالتالي له مردود إيجابي كبير جدا، ومن ثم عوائد اقتصادية وعوائد تنموية وعوائد أيضا على صعيد تقديم خدمة مريحة وجيدة للمواطن المصري، ومن ثم أيضا نحن نتحدث عن اتجاه الدولة لاستكمال خططها التنموية وتمويل المشروعات التنموية المهمة للغاية. والنقل في الحقيقة أحد المفردات لا غنى عنها،
فيما يتعلق بالتنميه المستدامه، وبالتالي لا يمكن ان نتحدث عن تنميه مستدامه، لا يمكن نتحدث عن الاستمرار في الخطوط التنمويه دون ان نجد خطوط نقل ومواصلات ايضا تسهل على المستثمر وعلى المواطن وعلى العامل وعلى كل من هو شريك في هذه المسارات التنمويه ان يجد الفرص الحاليه الى كثير التنقل بشكل سهل، ايضا نقل البضائع بشكل ايضا بارتياحيه، وبالتالي التنمويه العصب الاساسي فيها هو النقل والمواصلات، وبالتالي الدوله المصريه الان تحقق بنيه لوجستيه وايضا بنيه على صعيد النقل والطرق عظيمه للغايه تتيح الفرص من خلالها لتعظيم استثمارات المستثمر المحلي او حتى المستثمر الاجنبي للتواجد في السوق المصري بشكل اقوى وبشكل اكبر في المراحل القادمه. طيب استاذ جمال، ربما هذه فرصه جيده كي اسالك، هل هناك مشروعات اخرى مرتبطه بقطاع النقل في الصعيد يتم التخطيط لها الان؟ يمكن بالتاكيد الصعيد على خريطه التنميه، ونحن نتحدث ان الدوله المصريه في الحقيقه بتحقق مفهوم التنميه الشامله، وراينا خلال الفترات الماضيه وحينما ذهب السيد الرئيس السيسي في اسبوع الصعيد قبل عدد كبير للغايه من مشروعات الطرق والمحاور، وبالفعل الدوله المصريه الان دشنت عدد من المحاور التي ايضا تعبر النيل، وايضا هناك عدد اخر من المحاور يتم انشاؤه، وايضا سواء فيما يتعلق برفع الكفاءه الخاصه بالطرق ما بين المحافظات وانشاء ايضا محاور يعني ايضا جديده، كل هذه الامور على وزاره النقل، وهناك الكثير والكثير من المشروعات بيتم انجازها في الوقت الراهن. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه المداخله الثريه استاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.